في إطار متابعتنا لحالة الشاب علي بلغيث أصيل معتمدي حجب العيون الذي نجا من الموت خلال محاولة هجرة غير نظامية في حين توفي اثنين من مرافقيه أصيلي الجهة، اتصلت الحياة فام بعائلته حيث أكدت شقيقته أن حالته مستقر الآن بعد إصابته بحروق من الدرجة الثانية، وهو يقيم حاليا بمستشفى طاهر أصفر بالمهدية. وطالبت شقيقته أسماء بلغيث بنقله إلى مستشفى الحروق البالغة ببن عروسة نظرا لغياب الرعاية في المستشفى الذي يقيم فيه حاليا. عنده برشا حروق في بدنه، وسألت الطبيبة قالت لي درجة ثانية، قلت لها على قليلة نبدلوه لسبيطار بن عروس، قالت لي لا خلوه لنا لهنا به يقي خلينا الغادي من نهار لحد العشرة متاع الليل، من نهار الاثنين البارح نصف الليل باش يمشولو بدلولو الباسمة متاعو باش يدخلوه، يجي يكون من غادي يدخلوه قبله، لتون اللي هو حالته خطيرة برشا مستشفى طاهر أصفر في المهدية يعني، احنا في حاجب العيون نتنقلوا من حاجب العيون للمهدي، ومن بعد ما يبدلوا له الفاطمه ما يرجعوش يداووه ولا حاجه، ناخذوا له احنا البوماده نتاعو باش يداووا له الجروح اللي تبقى عريانه، يلزم شكون معناها من العائله يمشي يتنقل الغادي باش يمشي يداووهم. وأكدت أسماء بلغيث أن منطقة أولاد عامر من منطقة حجب العيون تعاني التهميش وغياب أبسط مقومات العيش الكريم، مشيرة أن طيار الكهرباء ينقطع أحيانا في المنطقة لأربعة أيام متواصلة، كما ينقطع الماء الصالح للشرب بشكل متكرر. ووجهت نداء عبر إذاعة الحياة فام للمسؤولين لإيجاد حلول لتحسين ظروف العيش في المنطقة. اسمها منطقة أولاد عامر حجب العيون ولاية القيروان، أقسم بالله العظيم الحرس الوطني لا يطلع، ما هيش معروفة جملة الله ومنها فهمها درسي، حتى سبيطار يجيه الطبيب نهار في الجمعة وساعات نهار في الشهر، ساعة ساعة يقص الضوء علينا بالله، ربع أيام ما يفوت بينا حتى حد، يقص علينا الماء في عز رمضان يقص علينا ماء وضوء وما يسمعوش بينا. عديد الحوادث تكررت في معتمدية حجب العيون من ولاية القيروان خلال الفترة الماضية، كان ضحيتها دوما شباب المنطقة بسبب البطالة وغياب مواطن الشغل والتهميش وظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. أكثر تفاصيل مع فارس الشريط ناشط بالمجتمع المدني في حجب العيون. والشغل ما عندناش مواطن شغل، هذيك علاش لازم الشباب الكل باش يحركوا باش يمشي يشوف مواطن شغل برا. فقم البطالة هو السبب الأولاني موجود، المسؤولين الموجودين أنا مش قايمين بالواجب حتى معنى الكلمة. أنا شفنا الحوادث في حجب العيون، حادثة القوارص، من القوارص نرجعوا بعد لحد الهجرة غير الشرعية اللي ماتوا منها قبل، ديجا عندنا شكون مات منها، وتوا ديجا البارح جزء في فرد عرش فرد عماده ثالث جاء اللي هو خبر على الحكايه هذه. وعلى اثر هذا عندنا 13 اخر موقوفين توا في الجزائر، مازالوا موقوفين عندهم ما يقارب 20 يوم، كانوا باش يعرفوا وشدوهم السلطات الجزائريه توا في السونتر عندهم. كان فما جروب اخر خرج معناها من نفس الوقت هذوك متشدوا، جروب اخر خرج جاب يحرق كسر بهم الفلوكه معناها حسن الالطاف كسرت فيهم مش بالغريق على برا خرجوا وعاودوا روحوا لهنا. من السادسه ابتدائي خمسه ابتدائي تلقاه خرج بطل القرايه، ما عنده وين يمشي للقهاويه. انا كان جيت تشوف انت القهاوي عندنا ما يقارب اكثر من 30 قهوه مقهى معناها في حجب العيون هنا، وكلهم من الصباح لليل ديما معديين. منطقه صناعيه سكر، فكان معمل بركه يخدم البنيه معناها 80 وحده بنيه مع معمل نتاع خياطه، الفلاحه ما عادش توصل. زين شنو الحلول؟ ضربنا شيء احنا كشباب. انا الاول ديجا وليت حتى انا كنت حارق قبل، عملت اربع سنين لبرا وعاودوا رجعوني اكسبرسي، وتو وليت نحب نعاود نرجع من الاخر خاطر بالحق من اللي جيت عندي اربع سنين كيد حتى شيء.